بذاك اليوم عندما دخلت إلى المدرسة في أول يوم ذهبت أنا وإخوتي مشيا على أقدام المدرسة، فكنا نمشي بكل جرأة وبكل حقيقة راحة. دخلنا إلى المدرسة بيوم عادي بسيط، إلا أنني يعني شد انتباهي أحد الطلاب عندما دخل معه والده وكان يحمل عنه الحقيبة، وكان هذا الطفل متضجر ويبكي، واستمر لمدة 3 أيام لم يتأقلم مع أجواء المدرسة. عندما حقيقة يعني كبرت وأصبح عندي أطفال وعاملت أطفالي بمثل ما يعامل ذاك الأب هذا الطفل، فعندها استشعرت قيمة أنه كيف نزرع عند الأطفال الثقة، كيف نزرع عند الأطفال أنك تعطيه بعض الأريحية ويستطيع أن يتعامل بيومه بشكل صحيح. ما يحدث حقيقة لنا كآباء الآن في هذه الأيام أننا نقيد الأطفال ونعاملهم معاملة فيها نوع من الدلال الزائد بما يعني يسيء لحياتهم المستقبلية ويؤثر هذا على شخصيتهم. فهي أيضا هي دعوة لكل أب أن يحاول أن يعطي ابنه شيئا من الثقة ويتعامل معه بأسلوب تربوي لكي ينمي شخصية هذا الطفل ويعيش حياة سوية.